احسن. وجعة ولك ايش قاعدك بالليل جبار؟ وهذا منك قاعد منك قاعد جبار يا جبار؟ هذا هذا مو قرايبكم، هذا حرامي. يا ام حرامي ولك حرامي ربع حرامي شدري حرامي شدري يا حرامي يا يعني شريد اطبق لك البيت سيراميك يعني مثلا. يا ام هي ام فوقها عصبي خاله شريد شريد خاله من عندك شريد عمره كبيره خاله ايش بيشري دبقت شنو شريد وانا مو حرامي يعني شنو شريد مثلا ترى عفكم اروح ها اي خل عفنا روح خل عفنا روح لا يا معوده شنو اروح والله دوختيني نهايتيني شغلتي شنو السالفه يما قام يخوف يما خال حباب والله مره كبيره انا ما ابي اضرب بعد ضغط وسكر وقلب وقالوا له كل شيء عند ابو سيدك ابو سيدك ابو سيدك هاي رجلك خال ابو صوتك عندك صوت ابو سيدك طريق فلوس الذهب يا فلوس الذهب خال يا حباب ابو سيدك اوه واخرين واخرين خاله والله كي شطيك بس لا تأذيني والله مريضة منتهي شنو ما أذيك إذا ما أعطيتني أنا هسه كنت أسمع السعي وطلعك برا خاله إيش تسعى إيش تسعى حبوب أنا بجد أمك إيش تسعى يعني شلون تسعى ما شلون دبرت ليش؟ لا ما تحششين علي والله أنا اسمي شنو علي قرآن جاي تطلعك برا فري فلوس وذهب يما أعطيك إياها بس بحالة واحدة بشرط واحد أعطيك كل شيء والله اوه قامت تشرط علي شنو دقيت اليتيمة؟ ايش اعطيني فلوس الذهب؟ لا اقوم اديك ايش دق بسرعة يلا خلاص بي خاله جاي اقول لك بشرط اعطيك اياهن والله اعطيك اياهن بشرط واحد والله اوه شنو الشرط؟ يلا قول بسرعة خاله حلمت حلم مردك تفسر لي دولي في فلوس لك ذهب حباب والله اعطيك كل شيء بس فسر لي الحلم يلا عمي افسر لك هذا الحلم بس بشرط طلعين الذهب بسرعة لأن مستعجل لا خلا فسر لي وأعطيك الذهب أعطيني الذهب هسه بسرعة وفسر لك إياه وبيش خير وتدللي لا تشرطن علي بعد تدلل يمه تدلل حبوبة الذهب أقول لك وين حاطته حاطته ورا ذاك الدب إيش عندي تقريبا به 25 مليون مسكتي روح أدوا وقتي روح الذهب روح يا الكعبة طقيت اوه اخي يما واحد اثنين ثلاثة اذا نزوج به يصير عدة جنال اشتري سيارة ايوه نسيت ثاني من ورا بكير هاي الفكر اخذ الذهب كله راح يا ابو حقيقي شوف هذا اخي يما اخر اخذته هسه وانا نايمة قبل لا اقعد اصلي صلاة الفجر وانا نايمة حلمت حلم الحلم شنو
الحلم كان انا جاي امشي بقاع ورجلي طمسن بشيحه شيحه مال مال طمسن رجلي منه هاي منه طمسن رجلي قمت اصيحاني مو قمت اصيح بعدني ما صايحه اي كمل فطمسن رجلي بالطين ايه المي قام يصعد شوي شوي علي فوقه ايه المي مو منه المي قام احسه قام قمت اطبن جو بالمي نعم قام يصعد لي نور انا ايش عندي؟ عندي وليدان اثنين ايه واحد اسمه جبار واحد اسمه محيسن ايه جبار ويا هو محيسن جبار ومحيسن ولد اثنين ايه هم دول ولدي قاعدين وياي بالبيت الله يحفظهم الله يحفظك فحسيت روحي جاي غط نعم غطيت شو سواني؟ ايه بيتنا بعيد عن هاي المكان فقلت خلني بلكي يسمع لجبار صحيت جبار جبار محيسن انت في تقول لازم اصيح نعم مو صح؟ صحيح بعد صحيت النوب جبار محيسن او خالف ظليت على هاي الرنة اصيح جبار محيسن الحقني جبار يا معود محيسن ظليت على هاي الرنة يا جبار يا محيسن جبار قوم اسمع امي تصيح لك بس تعال حرامي صدق مره قوم مش تعال ايه وبشري ما جاو اصيح يا خاله إيه؟ حسن ابح اصيح إيه؟ يا محيسن يا جبار يا جبار يا محيسن يا محيسن يا جبار يا جبار يا المي وصل لي للركبه ايه لثبابه خاله حرام جاي يصلي المي وصل لي البطني ايه ايش سويت؟ قلت انتهت حلول الارض إيه؟ ولا تجي إيه؟ للسماء ايش سويت؟ إيه؟ باوعت للسماء ايش باوعت؟ ايه باوعت للسماء جبار عده شوارب اي خاله جبار عده شوارب انا ايش قلت لك مو قلت لك باوعت للسماء اليوم جبار راح يوصلك للسماء يعني شلون خاله فهميني انا بحلم لو بعلم لا خاله بعلم خاله بعلم انت بعلم جبار حب اشوف شغلك اقول لك خاله شنو جبار راح يبني تواليت هاي طابوقه تفيدك قلد مو حتى صعدك للسماء قلد استدعي في الطابوقه انا قوم شويه شغلت من امي محاشد الزلم محاشد دقيقه جبار محاشد عوفه بس جبار علي عوفه اي اخذ الذهبات وعوفه معي قاعدين يلا حاسب اخذ الشماخ خلينا نشوف وجهك بس جبار قاعد وعلي يوم اموتك كل يوم جبار مو بطابوقه مو بطابوقه جبار يا مرد خليني اصلم مكان امي لا لا جبار لا جبار 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 المدح كلها تبوك بيت جبار جبار ولك جبار عوف الفرخ راح يموت جبار عوف الفرخ جبار عوف الفرخ يا فرخ هذا اللي بوقنا هذا خال عوفي جبار هو هذا اللي دخل بشغل غيره انا شغلت حرامي ايش وين رط تفسير احلام تعال 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 انت الجبار هو وصح اه حتى وصح محاسن وياه محاسن وياه محاسن وياه هي ساعدوني السماء صعدوا للسماء صعدوا